حادثة أخرى فيها جانبين الإيجابي والسلبي تابعناها ويدين على قلوبنا. نحكي إبراهيم على حادث طعن سائحتين ألمانيتين، عائلة ألمانية أعطت ثقة في بلادنا وجاوا باش يصيفوا في بلادنا، رغم أنه نعرفوا بلادنا بقات لمدة طويلة مصنفة كمنطقة حمراء، لكن نعرفوا الألمان هذوما قروا باش يجيوا. أنا توا كنت نشرب في قهوة في نزل ولقيت اللي فيه برشا سواح ألمان، وهذا ربما زاد فرهدني أكثر، لأنه كي يجيك سائح ألماني هو مؤشر على أنه البلاد لاباس. تصير الحادثة هذه عائلة ويقع معناها طعن الأم وطعن الابن في السوق التقليدية نتاع نابل. كما قلنا تابعنا الخبر بخوف شديد، خوف من أن تكون حادثة إرهابية، لكن خرجت بعد المواقف الرسمية وموقف وزارة الداخلية يقولوا اللي هو مواطن تونسي كان يعيش في ألمانيا، كانت عنده مشكلة مع امرأة ألمانية. هذه ناحية من الموضوع. الناحية الثانية أنه وقت اللي هو ضرب الزوز هذوما الأم وبنتها، فما مواطن تونسي اسمه كريم، ربما تولى يسمع فينا، يخدم في سوق التقليدية نتاع نابل هذايا، نقز عليه وفك له السكينة. كي سهلوه خفت شي ليضربك انت؟ قال لهم ما خفتش من السكينة، أما خفت على تونس، وهذاك علاش تصرفت بالطريقة هذه. كريم اللي قام بجاست هذايا الوطني البطل، أنا خاف لو غدوة تكرموا سفارة ألمانيا وتكرموا ألمانيا، أنا حاش مع روحي تو كي نقول كريم، لأنه ما عنديش اللقب. كان جاء إرهابي راهو عندنا اللقب ونسمه بالتصويرة نتاعو، وراي ثم جمعيات حقوقية قاعدة تحضر في الملفات باش تدافع عليه.